أستاذ عصام، دلوقتي حضرتك بتقول إنه الصين بدأت يعني تتصدر الإنتاج السينمائي كما، وبدأت يعني تغير من نوعيات الأفلام حتى تلقى قبول على مستوى العالم. شهدنا ذلك أيضا في كوريا، شهدنا ذلك في بس زمان شوي في الهند. أيوه. مثلا أيوه. كندا حاليا ممكن. كندا إلى حد ما طبعا في أمريكا اللاتينية، في بلاد آسيوية طب أخرى. نصل إلى أفريقيا، نيجيريا. نيجيريا عندها تجربة فريدة الحقيقة في تاريخ السينما، وإحنا مهتمين الحقيقة بهذه التجربة لأنها أفريقية. بس تجربة هي خاصة جدا، إنه في وقت من الأوقات نيجيريا ما كانش فيها دور عرض سينمائي، ما فيهاش صناعة سينما، لكن كان ابتدى يظهر موضوع الدي في دي والسيديهات والحاجات دي، فابتدوا يعملوا أفلام لتوزيعها عبر الدي في دي في الأسواق الشعبية. يعني الفيلم ما فيش دار عرض بتعرضه، لكن هو بيتبعد كدي في دي. زي أنا بشبه ده بالغنى الشعبي في مصر في وقت من الأوقات لما جه انتشر على يعني في مواجهة التلفزيون والإذاعة، اللي كانوا يعني عندهم عدد محدود من المغنيين هم اللي بيسمح ليهم يعني ان هم يغنوا. فلما ظهر الكاسيت ابتدى يبقى ده انفراجة للمغنيين الشعبيين. فحاجة زي كده حصلت في مجال السينما في نيجيريا، انه ابتدوا يعملوا افلام وبتتوزع في الاسواق الشعبية على اسطوانات دي في دي، وده الحقيقة لقى اقبال كبير جدا. فبقى بينا بنسمع عن ان هم انتجوا 800 فيلم كل سنة و500 فيلم وحاجات بالشكل عدد ده، كبير جداً. عدد كبير جدا، لكن هي معظمها أفلام يعني بهذه الطريقة وليس على شاشة السينما. هي أفلام صغيرة ابتدت كحاجات يعني منزلية، حاجات بتتعمل على نطاق ضيق، لكن الجمهور يعني بيحبها لأنها محلية وبتناقش همومه ومشاكله وبتعرض الواقع بتاعه، فابتدى يبقى فيه إقبال كبير جدا. وده كانت النواة، ان يبقى فيه حركة سينمائية في نيجيريا ابتدت تتطور تدريجيا، وابتدى يبقى فيه كمان النساء بقى صناعات السينما في نيجيريا كمان بقى ليهم دور مهم جدا، وبقى فيه عدد كبير جدا منهم بيعمل أفلام من النساء يعني والشابات. فكمان عملوا نوع من الحراك الاجتماعي الثقافي كمان لتمكين المرأة وتمكين الثقافة النسائية داخل نيجيريا كمان عبر. طب ده شيء جميل يعني استخدموا السينما في بالزبط. دفع موضوع المرأة يعني بالظبط.